السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نعمل فاميلي بارامتر يكون عبارة عن شكل واي دبل. هنا نبدأ فاميلي واي واحدة من دول هتنفع معاك، بس احنا خليها جينيريك موديل. جينيريك موديل بنختارها لما ما نكونش عارفين الفاميلي دي تحت اي كاتيجوري. اقول له اوكي، وبعد كده اقول له اكستروشن. طبعا هختار شكل الواي دبل. لما كنت بختار شكل دائري الموضوع كان بيبقى سهل شوية. ليه؟ هي نص قطر واحد وخلاص، انما في الشكل البيضاوي عندي المقاس ده غير المقاس ده. هختار هنا الشكل البيضاوي وابدا اختار من هنا بالشكل ده. طيب تلاحظ ان انا عندي هنا اتنين دايمنشن بالشكل دوت. تمام، ممكن تمسك دوت وتخلي ده عباره عن بارامتر او ليبل. هتقول له مثلا ده L1 اوكي، وده هنخليه L2. طبعا لو خليت L1 بيساوي L2 يبقى انت كده بترسم دايرة. تمام، طيب ممكن تقول له بقى ايه، عايزين نرسم ريفرنس بلان وتخليها بنفس المقاس دوت. تمام، يعني هيبقى في هنا زي دايمنشن اهوت. تمام، من هنا لهنا كده مثلا، وده هنخليه ياخد نفس ال L1 اهوت، ونفس الفكره برضو في الريفرنس بلان. هقول له دايمنشن ونختار برضو L2. طيب هاجي هنا واقول له موافق. تمام، كل حاجة اختفت. طيب انا عايز اربط شكل البيضاوي دوت بالشكل الخطين دول، فهاجي هنا في الايديت اكستروشن اختار الشكل دوت واقول له اظهر لي سنتر مارك. سنتر مارك اللي هو دوت، واقول له الاين، اختار دوت مع ده وقفل، وده مع ده وقفل بشكل دوت. بحيث ممكن يكون الشكل بدل ده عايز اربطه بشكل اخر. دلوقتي لو جيت هنا وقلت له غير لي الارقام ديت، ولكن خلي دي 1500 وخلي لي دي 800، ابلاي، هتلاقي الشكل البيضاوي اتغير زي ما احنا شايفين. طبعا الشكل البيضاوي ليه اكستروشن. الاكستروشن ده عباره عن ايه؟ اهو الاكستروشن ستارت والاكستروشن اند. يعني ممكن تخلي ده مثلا ايه 200، فتلاقي اتغير، خليها 20 مثلا عشان يبان بالشكل دوت. تمام، طيب ممكن تقول له اكستروشن وتعمل تحدد وتبدا تعدل الاختصاص اللي انت عايزها.